السلام عليكم، كل تقديم وانتم بخير وطيبين يا رب. بسرعة كده، ازاي بدخل على الويب سايت اللي بسجل من خلاله؟ اول حاجة ده الاعلان، حسب اي محافظة بيكون اعلان كده بالظبط. هدخل على الرابط دوت، بيوديني على الويب سايت الخاص باي تي اي، واول ما يبقى عندي ابلاي ناو هضغط عليها. لازم اعرف ان التقديم ان شاء الله يبدأ يوم 17 ينتهي يوم 2/3، يعني قدامنا ان شاء الله حوالي 12 يوم نقدم فيهم باذن الله. نتمنى بس يكون التقديم بدري عشان يتسنى ان احنا نكمل باقي الاجراءات بشكل كويس. الدراسة تبدأ في 3/4 تنتهي 23/6 باذن الله كما هو مخطط ليها. طيب هنا بقى انا هدخل ازاي؟ لو انا مش عامل اكاونت، هو بسهولة جدا جدا يكون عندي اكاونت. انا اضغط على علامة الفيسبوك او الجيميل، هدخل مثلا بالجيميل، هيظهر قدامي اللي انتوا شايفينه دوت. اول خطوة فيه ان انا ادخل بياناتي الشخصية، هدخل بياناتي كلها زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجة مش بسيب حاجة. هيجي عندي بس شوية اسئلة كده بتبقى زي اسم الشارع والمكان والمبنى والدور الارضي، ممكن احط مثلا واحد واحد مش مشكلة لو انا مش عارف عنواني بالتفصيل، وده كل حاجة انا عايزها. لو تخصصي مش موجود بختار التشيك بوكس دوت، لو انا مش عارف تخصصي او مش موجود لكن لو عارفه تمام. طبعا في اختيار مهم جدا اللي هو مشروع التخرج، في كليات ما فيهاش مشروع تخرج فاختار اي اختيار عادي عشان اعدي الجزء دوت لان لازم اعدي بيه. ان شاء الله التقديم من 2012 لحد 2022 او 21، فهختار برضو التقديم اكون سني كام، لان 2011 و2010 مش هيكون ليهم نصيب طبعا معانا المره دي، وهعمل سبميت. هياخدني الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها في 4 حاجات للذكور و3 للإناث. الأربعة هما البطاقة، وياريت نصورها صورة واضحة وكويسة، وممكن نصورها بالموبايل، وطبعا لما ادوس ابلود هرفع من الموبايل عادي، فممكن اصورها بالموبايل مفيش مشكلة. بعد كده شهادة التخرج وتكون واضحة، وصورة شخصية، والموقف من التجنيد. هنا بقى هيقف شوية الناس اللي هيبقى عندها مشكلة ان لسه مش عارفة موقفها من التجنيد، للأسف لن يتثنى ليهم ان هم من يقدروا يقدموا، لازم يكون موقف من التجنيد واضح تمام. بعد ما ارفع الأربعة دول بتتم المراجعة. المراجعة هتاخد من يوم او اتنين ان شاء الله، وبعدها هيظهر يفعل زر نيكست. دول مهم باللون الأصفر، هيبقوا باللون الأصفر بعد كده معناهم لسه بيتراجعوا، أو يبقوا باللون الأخضر والنكست اتفعل هروح أختار التراك بتاعي. ليا 3 اختيارات وممكن يكونوا في محافظات مختلفة، واختار التراك اللي انا عاوزه. بعرف ان الدراسة بلندد، يعني في ايام هكون موجود فيها في الفروع وايام هكون اونلاين. اونلاين هيكون طبعا الدراسة في نفس الوقت بالتزامن بالشرح مش فيديوهات متسجلة ان شاء الله. ده الخاص بالويب سايت وكيفية التسجيل عليه. وبعد ما اخلص تسجيل ان شاء الله هيتبعت لكم اس ام اس مواعيد الامتحانات والانترفيوهات. موفقين ويا رب دايما كده نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.